صباحكم الله بالخير، حياكم الله ويانا في حلقة جديدة من برنامج الديربي. بداية أسبوع مختلفة بعض الشيء ببعض الأمور اللي على الشاشة. نتمنى إن شاء الله تحوز على رضاكم هذه التغييرات اللي تمت، بداية من الشعار اللي تشوفونه أو بداية من الانترو والشغل الجميل اللي سووه الأخوان في قناة الاي تي في والأخوان القائمين على الجرافيكس في قناة الاي تي في، اخوي احمد الفضلي، اخوي محمد عز، مهندس وائل، مشكورين. ان شاء الله يكون عجبكم التصميم في بداية الحلقة، ايضا الشعار اللي شايفينه امامكم وايضا راح اوريكم اياه على الشاشة. هذا الشعار هدية من اخونا العزيز والمصمم الجميل علي العيد، اشكره امانة على جهده معانا. الصورة يمكن واضحة مع السادة المشاهدين، تقديرا لأسرة البرنامج والقائمين على البرنامج أهدانا هذا اللوجو اللي تشوفونه أمامكم في حسابنا في تويتر أو في الشاشة. هذا أيضا الشعار الجديد. مشكور يا أخوي علي، نشكر أخونا علي العيد مرة أخرى. وهذه ترى يعني نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، يعني بادرة الأخ علي، وأنا راح أقدم لكم هدية أمانة بدون أي ثمن، بدون أي مكافأة، ما بي منكم شيء، فقط تقديرا لبرنامج الديربي. وهذه من الأمور اللي تحسسنا بالسعادة والفخر أن المتابعين حابين يقدمون لنا شيء. طبعا خل الشركات الراعية اللي قاعد تدعمنا، أتكلم عن بعض الأمور الشخصية. يعني أخوي علي، لا أنسى الإخوان الآن اللي تواصلوا معي من أول ما توقف حسابنا صراحة بصورة غريبة، مو عارفين شنو السبب ولا عارفين شلون حساب موثق يتم تهكيره بهذه الطريقه، وشلون يعني اكثر الناس اللي قاعد طالعنا او تتابعنا تقول ما في احد قدر يدخل لحساب وحساب موثق الا هذا عنده علاقه، يعني امانه اكون صريح معاكم، يا علاقه مع المسؤولين في تويتر، مع اداره تويتر، مع او علاقه معاكم انتم شخصيا، اللي يعرف الباسورد ويعرف رقم التليفون ويعرف الايميل، هذا امر غريب. فانا اشكر الاخوان اللي تكلموني شخصيا وقالوا احنا جاهزين وحاضرين ان نرجع لكم حسابكم، اعطونا وقت، احنا نحاول، لكن عموما حسابنا المؤقت موجود على الشاشه. نشكر كل من تواصل معنا ونشكر كل من ضافنا، يعني في ظرف 3 أيام او 4 أيام نوصل الى 500 متابع. هذا شيء صراحه يسعدنا ايضا، وشيء يشعرنا بالفخر ان الاخوان متواصلين معنا ومو همهم شيء. يعني في ناس يقول كيبا ترى ملينا كل يوم لكم حساب، كل يوم بس خلاص زهقنا. لا، اللي متابعيننا صراحة واللي قاعد يتابعوننا الآن، هذه إشارة واضحة أن ترى مهما سويتوا يا ضعاف النفوس، ما أدري والله، مرة نقول هذيل اللي ما يبون الرأي والرأي الآخر، ولا هذيل والله ما تدري مع منه ولا ضد منه، لكن نقول هذيل ضعاف نفوس، يعني ما أدري الصراحة إيش سميهم، حثالة حشاكم ولا سميهم قليلين تربية ولا ما أدري صراحة، ما أدري إيش نسميهم صراحة، لكن عموما نشكرهم دائما. حسابنا المؤقت موجود على الشاشة، نسعد دائما بمشاركتكم معنا. أرقامنا التلفونية أيضا موجودة. اليوم عندنا أكثر من موضوع راح نناقشه مع ضيوفنا ومحللينا. على اليمين مدربنا الوطني كابتن محمد كرم حياه الله، بجانبه أيضا الدكتور جاسم الهويدي حياه الله. على اليسار بعد غياب ونتحمد له بالسلامة، غياب يعني مؤقت، أخونا أيضا كابتننا المدرب الوطني أنور يعقوب حياه الله، وآخر الحضور أيضا منسق الإعلامي في نادي الجهرة أخوي صالح الجنفاوي. حياكم الله أخوان جميعا. الله شنو الغياب، لازم توضح الغياب. والله عاد الوضع يراجع إذا ما نقدر يعني. بيوضح غياب يعني ما في كورونا. لا 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 الحمد لله. أي عاد الغياب. لا لا ما في. أهم شيء نرجع. أهم شيء. الشكر لرعاتنا وداعمينا، شركة ونرز العالمية، معقمات هايجين مياه الترا، أخوي فهد البكر وبدر البكر رئيس مجلس إدارة ونائب رئيس مجلس إدارة، مشكورين. الشكر أيضا لشركة كوست، الشكر أيضا لكابيتال، مطعم كابيتال ساندويتش، أخوي عبد الله اليماني وأخوي عيسى العصفور مشكورين. الشكر لنظارات كيفان أخوي وائل الصبيح. الشكر لشركة غرب الخليج العقارية أخوي سيد هاشم الزلزلة مشكور. الشكر لأخونا العزيز رجل الأعمال سامي الدبوس مشكور يا أبو غانم. الشكر أيضا لديرندير أخوي محمد العنجري ومدام شادية مشكورين. شكر لمعرض أسد الملابس الرياضية أخوي مشاري بلال
واخيرا الشكر لطواري مدلول وكيل جيفو فوزيس في الكويت معرض بريميرو سبورت. قبل لا ابدا احنا يعني طبعا وصل لنا خبر موضوع اللجنه الانتقاليه اللي تم تشكيلها لاداره الاتحاد الكويتي لكره الطائره بعد استقاله 5 من اعضاء الاتحاد الكويتي لكره الطائره. بصراحه حاولنا الاتصال بالطرفين، احنا دائما نحاول ناخذ الطرفين عشان نكون محايدين. الاخ فوزي المعتوق امين السر للاسف ما رد، جهازه مغلق، والاخ مؤيد الشهاب كون احد اعضاء هذه اللجنه مع اخوي بدر الكوس مع اخوي عبد الرحمن السهو مع اخوي حسين عاشور، يعني كلمنا الاخ مؤيد قال اعطونا بس لما نستلم رسمي وبعدها ان شاء الله نحاول نطلع ونتواصل معكم. تفضل. بالمناسبة أحب أن أبارك حق عبد الرحمن السهو، نعم، منصب أمين السر في اللجنة الانتقالية في اتحاد الطائرة، وهو ابن لهذه اللعبة ولاعب منتخب ولاعب باع طويل في اللعبة، أنا أحب أبارك له، عسى الله يوفقك إن شاء الله وأنت قد هذه المهمة إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. عموما نبدأ أول تقرير في حلقتنا اليوم. اليوم كانت في بادرة طيبة من الاتحاد الكويتي كرة القدم، يعني لما نشوف شيء إيجابي لابد نشيد فيه، ونشكرهم على هذا العمل صراحة. اليوم في استاد جابر تم الكشف عن قمصان الفرق اللي ستلعب في دورينا، قمصان حراس المرمى، قمصان اللاعبين، وبعدها أيضا كان في مؤتمر صحفي لأخونا العزيز عضو لجنة مسابقات حامد الشيباني الدكتور حامد للرد على استفسارات الحضور من ممثلين الأندية ورجال الصحافة والإعلام، وهذا أمر يستحقون عليه الشكر الإخوان في الاتحاد الكويتي لكرة القدم، أمر جميل. طلعت في بعض القرارات راح نناقشها مع ضيوفنا ومحللينا. خلينا نشوف التقرير مع اخوي فواز صلال وبعدها سنعود. عقد اجتماع فني بين لجنة المسابقات ومسؤولي الأندية، وتطرق الاجتماع على بعض التعديلات على لائحة لجنة المسابقات للموسم الجديد بالإضافة إلى عرض قمصان الأندية، رغم الاعتذار الرسمي نادي الشباب الغائب الوحيد من بين ممثلي الأندية التي حضرت الاجتماع، مما يؤدي إلى تطبيق لائحة المسابقات بفرض عقوبة مالية بقيمة 500 دينار كويتي، بالإضافة إلى اختيار اللجنة لتحديد ألوان طقم نادي الشباب. كما أشارت لجنة المسابقات على مكافأة مالية تقدم للفريق الفائز في كل مباريات دوري التصنيف بمبلغ وقدره 1000 دينار كويتي. بالسابق كان عندنا ان دوري الشباب يصعد 5 مع فريق السن العام. السن العام لا زال التسجيل 30 لاعب ما اختلف، ولكن سمحنا بتصعيد 10 لاعبين من فريق الشباب يحق له يشارك معه في بطوله الدوري. في جميع المباريات اللي يكون للفريق الذي يذكر اسمه اولا الحق في اختيار غرفة تبديل ملابس وأماكن جلوسه بالملعب. أما في المباريات التي تقام على ملاعب محايدة طبعا محددينها لك، اللي هي كأس الأمير وكأس ولي العهد ودوري التصنيف وكأس السوبر، تكون غرفة تبديل الملابس وأماكن جلوس الفريق الذي يذكر اسمه أولا على يسار المنصة، يعني محدد الآن في ملاعب دوري التصنيف إذا اسمك بالأول راح يكون جلوسك على اليسار، اسمك ثاني راح تقعد على اليمين، طبعا مع غرفة تبديل ملابس مع الجمهور اللي تواجد مع المباراة. طبعا ماكو جمهور، لا ما عندنا جمهور، بس احنا نتكلم على جلوسك. يجوز لكل نادي في جميع مباريات السن العام ان يسجل لكل مباراة 5 لاعبين محترفين واثنين من غير الكويتيين. طبعا بالنسبة لموضوع البدون، انتم مثل ما عارفين القرار مفتوح بالنسبة للاعبين البدون. في السابق كان يمكن حصلت معنا في مباراة القادسية والسالمية لما انقلبت النتيجة فابيانو ما انحسب له ولا هدف. فالاخوان في لجنة المسابقات ارتأوا ان هذا فيه ظلم كبير على اللاعب، يعني لو كان لاعب مسجل اكثر من 4 إلى 5 اهداف راح اللاعب يتلقي منه الاهداف وهو ما له ذنب، هذا خطأ يعتبر. بالنسبة للمادة راح توضح في جميع المباريات اللي يقرر فيها الفريق خاسر لها سواء 3-0 او بالنتيجة الفعلية. يعني اذا كان الفريق فايز 4-1 وانقلبت النتيجة لا ياخذون نتيجة اللي هي 4-1. بالنسبة للفريق اللي يكون فائز، الفريق الفائز تحسب الأهداف في رصيد اللاعبين، الفريق الفائز تحسب أهداف في رصيد اللاعبين وتضاف إلى رصيد أهداف النادي، هذا بالنسبة للفريق الفائز تحسب له. يعني إذا فائز 2-0 مقابلين عنده لاعبين تحسب في رصيد اللاعبين الاثنين، 3-0 تحسب في رصيد النادي.
هذا بالنسبة للاعب الفريق اللي فائز اللي يحسبون له نتيجة بنتيجة الفوز. الفريق الخاسر أهداف اللاعبين تحسب لهم باللاعبين فقط. عدة قرارات ناقشتها لجنة المسابقات بالاتحاد الكويتي لكرة القدم في سبيل تطوير المسابقات المحلية ووضع جميع الأندية على بينة استعدادا للموسم الجديد. فواز الصلال لبرنامج الديربي. شكرا لطبعا اخوي فواز صلال، شكرا الاخوان في الاتحاد مره اخرى وبادره طيبه. وعجبني ايضا يعني مايك الاتحاد وجوده كتصوير كحضور ايضا للمركز الاعلامي في الاتحاد الكويتي، هذا امر ايضا جميل ونتمنى يستمر ايضا في باقي الاحداث وباقي الفعاليات بالنسبه للاتحاد الكويتي لكره القدم. ابدا مع ابو علي، يعني ابرز ما ذكر في هذا الاجتماع حطيناه في حديث وتصريح اخونا الدكتور حامد الشيباني. اول شيء كفكره ايش رايك فيها؟ يعني اعلان عن قمصان الانديه وعرضها امام وسائل الاعلام، فكره جميله يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هاي كلمه اللي دائما نقولها، كل شيء منظم ناجح. طبعا هذا يعتبر من البدايه في تنظيم في هذا، ان شاء الله يكون عملهم ناجح ودوري ناجح ان شاء الله. بس شوف على الفنايل، مال الفنايل هو طبعا في فنايل بديله راح تصير وهذه هاي لازم يقول عنها. والشغله الثانيه اللي كنا يعني يمكن طحنا فيها في مباريات قليله مو كثيره، انه اوكي الفنيله اوكي يعني معروف هذا، اذا لبس العربي اخضر القادسي يلبس اصفر، المهم هاي كلها معروف. بس في شغله ثانيه، هذه كره قدم، اول شيء للحكم للاعبين نفسهم، ان اهم شيء يعني اللي وضحنا فيها الاخطاء وانا كلمت فيها مرات عباس دشتي، يعني قلت له شلون فريقين لابسين نفس اللون الادلاق هذه، يعني لا تروح عليهم على الفكره هذه. قلت له لان هذا حكم، حتى حق الحكم مو زين، حتى هو ايدني قال لي على طول، قال ما ادري شلون راحت على الحكم، انا راح يبقى الحكم وراح استفسر منه ليش ان نفس الفريقين نافسين نفس لون الادلاق. يعني الشورت يمكن الشورت مختلف، الهاف ماكو مشكله بكره القدم، يمكن عكس اليد يمكن هذا، لكن كرة القدم لازم شورت على الهاف يعني ولا إيه؟ هذا ايه او لا غزة الفنيلة مختلفة، الفنيلة والهاف هاف هذا قديم سالفة، انت مو قلت الشورت والهاف، قلت شورت غير الهاف بعد عشان افسر عشان ما يعرفون هاف، هو قال شورت ما يعرفون شورت يعرفون هاف، قلت بس الشورت والهاف غزة الفنيلة. المهم يعني انه هم الادلاق لازم تقول جوارب، جوارب غير عن جوارب وادلاق جوارب. المهم يعني قاعد اقول لك، فهذه ان شاء الله ما تروح عليهم يعني هذه، لان هذه شويه فيها يعني تريح الحكم تريح اللاعبين. نعم. بس انا قاعد اقول فكره جيده وعمل جيد وبدايه جيده ان شاء الله. نعم. دكتور يعني في اكثر من موضوع تطرق له الدكتور حامد، سواء اماكن جلوس فريقين، موضوع اللاعب اللي يسجل اهداف وتنقله بنتيجة فريقه، يعني كثير من الامور تم ايضاحها قبل بدايه الموسم، وهذا امر ايضا ايجابي ومستحب يجب ان يطلعون عليه الانديه. بطبيعه الحال اكيد. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف خلق الله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. طبعا قبل ما اطرح حق سؤالك عزيز، يعني يمكن انا اليوم الحلقه بعد وفاه المغفور الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح. نعم. والخبر صراحه المفجع اللي فجعنا كلنا وفجع الامتين، الامه العربيه والاسلاميه، بوفاة يعني أمير الإنسانية اللي هو يمكن كان حكيم أمانة لكثير من القضايا الإقليمية والدولية، ويعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسكن فسيح جناته، وأيضا بوجود يعني العضيد الشيخ أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وأيضا ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، أن يكون يعني مكملين للدفة ويكون عهد إن شاء الله جديد بكل شيء أمانة، يعني تحمل هذه المعنى من كلمة بأن يكون يعني الكويت زاهرة بكل شيء، برياضتنا بسياستنا باقتصادنا بمبانينا بجمال الكويت، وترجع الكويت إن شاء الله على إيدهم وإيد الحكومة ونواب الشعب اللي إن شاء الله راح يختارونهم الشعب، أن يعني ترجع الكويت كما كانت بالسابق هي درة الخليج، وهذا اللي يطمح له أمانة. اليوم في دور على الحكومة بي بي بعد يعني انعقاد وانتهاء انعقاد مجلس الأمة،
أن أيضا يشكل الحكومة وتكون إن شاء الله حكومة فيها بوادر خير من الوزراء ورئيس مجلس الوزراء. وأيضا الجانب الثاني يقع على 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 يعني الشعب الكويتي باختياره نواب يساعدونهم أيضا لسن بعض القوانين اللي تخدم الديرة والمواطن، ويمشون الحكومة والنواب إلى يعني تصحيح المسار ونبي إلى كويت أفضل جديدة بعهد جديد بإذن واحد أحد. أما بخصوص بالنسبة حق سؤالك عزيز، يعني هذه بادرة إيجابية أمانة للاتحاد الكويتي، وبالفعل إحنا نتمناها كمشاهدين رياضيين أن يكون عندنا نفس هالأمور ليوضحون حق أنديتنا، وأيضا توضح اللائحة بشكل أيضا مناسب. يعني إحنا نتمنى أن كان أيضا الدكتور حامد يطلع للتوضيح، إضافة أن ترسل لائحة المسابقات للأندية وممثل الأندية يكون موجودين نفس ما شفنا بالمدرجات، وتشرح اللائحة بشكل مميز وبشكل سلس، بحيث أنه ما نقع بالأخطاء السابقة اللي أخطأوا فيها بعض الأندية بالجانب الإداري أو الجانب الفني اللي كان داخل الملعب. ولكن الشكل العام يعني يعطينا بوادر إيجابية، بوادر خير، بأن إن شاء الله يكون دوري الدمج، مع أن أنا ضده، ولكن بعد يعني خلاص أصبح واقع الآن أن يكون نفس الانطلاقة، نفس هذه الانطلاقة، نكون إن شاء الله يعني نبشر أنفسنا بأن يكون دوري إن شاء الله طيب، نفس ما كنا قاعد نشوف الدوريات الخليجية خلينا نقول قريبة أنه قاعد يكون موجودة التيشيرتات نفس ما هي معروضة الآن، يكونون لاعبين الأندية. ولكن تدري اليوم لأن كورونا وحالة استثنائية اللاعبين مش موجودين، ولكن أيضا كنا يعني الشكل يعطيك أنه يكون إن شاء الله يعني بوادر إيجابية. إضافة أنا كان لي تعليق بس يمكن هذه سقطة من أخوي دكتور حامد شيباني، بأن إحنا ما عندنا جمهور، ولكن لما أنت تقول ما عندنا جمهور وأنت تكون بالاتحاد هذه مشكلة، لأن من يأتي بالجمهور هو اللجنة. لا لا قصده ما في، هو أن حاليا ما في حضور، ممنوع حضور. أوكي أنا عبالي إنه يتكلم بشكل عام إنه لا 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 أكيد أكيد، ولكن إحنا نطمح كجمهور إنه يحضر الجمهور باشتراطات صحية تضعها اللجنة الصحية بالتنسيق مع الاتحاد، مع الهيئة، مع اللجنة الأولمبية. نبي نشوف جمهور، لأن الآن أصبح يعني في بعض الدوريات موجودين يعني الجمهور حاضر بالمدرجات. نتمنى أن احنا أيضا نتبع هذه الاشتراطات وتكون أيضا معممة لجميع الأندية وجميع الجمهور اللي تابع محبين أنديتهم. يعني أنا قبل أن أنتقل لأبو أحمد، بما أنه ذكر يعني حديث الدكتور عن سمو الأمير راحل، اليوم كان في حدث لابد أن نشير له قبل لا أيضا ننتقل لأخوي أحمد. اليوم كان في مقر الأمم المتحدة جلسة تأبين لسمو الأمير راحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. هذا حدث يا أخوان ليس بعادي. اليوم دولة بحجم الكويت يؤبن أميرها الراحل في مقر أكبر وأهم منظمة حول العالم، هذا مو أمر طبيعي. كثير من زعماء العالم توفوا وانتقلوا إلى رحمة الله تعالى، ما عملوا لهم هالشيء، مع احترامنا وتقديرنا لهم، طبعا هم لهم تاريخهم ولهم احترامهم وتقديرهم، لكن أتكلم هذا الأمر اللي حصل اليوم هذه إشارة واضحة لمكانة سمو الأمير عند دول العالم، لمكانة سمو الأمير وسمو الأمير راحل الشيخ صباح وما قدمه لدول العالم من خلال هذه المنظمة. فاليوم هذه اللقطة وهذه اللحظة أكيد أشعرتنا بالفخر. نعم نعم، تابين وتابين وقفوا دقيقة وفي كلمات ألقيت، هذا الأمر أشعرنا الحقيقة بالفخر أن احنا ننتمي لهذا البلد الصغير في حجمه لكن الكبير في عطاء الكبير في اسمه الكبير في تاريخه اللي غرسوه قيادته. وهذا الأمر اللي دائما احنا يعني يشعرنا دائما ان احنا نسعد بان مثل ما قال ابو علي في حلقه من الحلقات ان آل الصباح هم حكامنا. فهذا الامر بالفعل هذه المكانه اللي 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 غرسوها آل الصباح حكام الكويت حول العالم قاعد نشوف اثرها ونتائجها من خلال ما حصل اليوم في مقر الامم المتحده. فنقول مره اخرى طيب الله ثراك يا سمو الامير الشيخ صباح، وان شاء الله سمو الامير الشيخ نواف يعني سيقود هذه السفينة كما أنت قدتها ومن سبقوك أيضا، وطبعا بمساعدة عضيدة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد. أيضا الشيء بالشيء يذكر، أنا خل أهن أيضا الشيخ مبارك الفيصل السعود الصباح تعيينه كمدير لمكتب سمو الأمير، وهو يستحق بالتأكيد هذا المكان وهو كفؤ لهذا المكان دون شك، واختيار سمو الأمير ما جاء من فراغ. أنا هن نجلة صراحة
ولده يعني كان معانا في فترة من الفترات، رجل إعلامي ما شاء الله، صحيح يعني يمكن أصغر منا سنا لكنه كان مليء بالخبرة من خلال تعامله مع شركات إعلامية كبيرة عالمية. فهن ولده بالمقام الأول والثاني توصل لمقام والده. أبو أحمد، ما إذا عندك كلمة عن سمو الأمير وسمو العهد بما أنك أول إطلالة معنا اليوم، بعدها ندخل فيه. طبعا من البداية بسم الله الرحمن الرحيم، وحنا نشوف نعزي نفسنا ونعزي يعني أسرة الحكم بوفاة أبونا وقائدنا وأمير الإنسانية بصراحة. يعني حتى التأمير شوف يعني شو مآثره على الدول، يعني شوف عطاءه للمحتاجين، تبرعاته، حل المشاكل بدول الخليج والعالم، دائما تلقاه سباق في حل أمور يعني إذا وصلت للنزاعات وهذا. فهذا شيء مو غريب عليه والله يرحمه. وإحنا طبعا نقول حق أميرنا ووالدنا الشيخ نواف والشيخ مشعل سمعا وطاعة لكم، وإن شاء الله تمشي سفينة الكويت بأمان. وإحنا دائما نقول إحنا ما نستغنى عن أسرة الحكم، مستحيل وهم يعني سندنا، وإحنا وراكم بالحلوة والمرة. نعم. وإن شاء الله الأمور تكون الأفضل ويمشون على مسيرة، طبعا أسرة الصباح يمشون على مسيرتهم دائما إن شاء الله. أنا قبل أنتقل أكيد بثامن يمكن لأن هم أول إطلالة معانا، فإذا عندك كلمة عشان ندخل في الأجواء الرياضية. رحمة الله عليه المغفور له الشيخ صباح الأحمد، يعني إحنا صعقنا والكل يعني تأثر في هذا الخبر، مو بالكويت بالعالم أجمع، وكانت بالنسبة لنا يعني كصدمة، يعني محبين لهذا القائد اللي بصراحة نعجز كثر ما نتكلم عن هذا القائد، نعجز عنه في تصرفاته ورفعه ورفع اسم الكويت بين دول العالم. رحمة الله عليه، وعسى الله يرحمه ويغفر إن شاء الله في جنات الخلد، اللهم آمين. وكل التحية والمباركة لمقام صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي عهد الأمير مشعل الأحمد على قيادة هذه السفينة إن شاء الله، ونتطلع كما عهدتمونا وكما عهدهم صاحب السمو رحمة الله عليه على مسيرتكم ومكانة الكويت بين دول العالم. عسى الله يوفقهم وييسر أمورهم، ومباركة أيضا حتى حق الحكومة القادمة بإذن الله. إن شاء الله نشوف تطلعات للشعب الكويتي بإذن الله تسعد الجميع إن شاء الله. إن شاء الله. خلي أعود مرة أخرى للحديث رياضيا والاجتماع اللي تم اليوم في استاد جابر. أبو أحمد، ملاحظتك يعني هل عندك ملاحظة معينة على أمر معين؟ طبعا شوف سعود، الأمور اللي صارت اليوم والمؤتمر الصحفي وعرض الفنايل تيشيرتات الفرق، هذا يعني امر كل دول العالم يسوونه، هذا بادره ايجابيه. بس انا البادره اللي عجبتني بصراحه، نعم، مكافاه الفوز كل مباراه لكلب دينار. نعم. بتقول لي ليش انا عجبتني التصنيف؟ في فرق الحين يقول لك احنا والله طايحين درجه اولى فنلعب تحصيل حاصل، حتى اللاعب يعني نفسيا ما يكون متحمس. فالحين في حافز يعني 1000 دينار، يعني لو بتحسبها كل مباراة 50 دينار اللاعب، فراح يصير حافز. ترى الأمر كانت 500 دينار زادوه، فهذا أمر إيجابي صراحة. يعني شوف إحنا قبل لما ننتقد لجنة المسابقات في أمور الحلة، إحنا نقول لهم بالعكس إحنا معاكم على القرار تأخذوه. وبعدين عندي ملاحظة مهمة، الحين دكتور حامد الشيباني حط القرارات وطبعا راح يدوز حق الأندية أكيد. فأتمنى أي مشكلة تصير ما نروح حق الاتحاد الدولي، خلاص نفس الكلام اللي قاله أطبقه على طول، ما نبي نصير نفس مشكلة الغادسية والعرب والمشاكل اللي صارت النقاط الثلاث. أنا بالبداية أغرر وعندي اللواحي وقوانين موجودة أمشي عليها. بالعكس محكمة كاس أو إيه خلاص. لا لا أنت ما يعني أنا كنادي ما تلزمني تقولك لا، لو أنا مثلا لجنة مسابقات حسيت بالظلم بصعد للجنة الانضباط، ومن ثم أنا أتدرج في المراحل. يعني أنت اليوم تقول لي لا تروحون هنا، لا 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 مو لا مو مو أنت كنادي لك حق. أنا غزل الاتحاد، أنا عندي لواح موجودة عندي أطبق آخر المشاكل. لا 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 أنا أطبق اللي عندي، ليش أخلي النادي يروح يشتكي وكذا؟ هو طبق. لا لا مو طبق. ليش أنا ليش أخاطب الاتحاد الدولي
ايش رايكم من حق الاتحاد لا لا مو من حق ليش على انا امشي ليش حط له ليش حط عشان اتاكد يا ابو ثابت هذا قرار لا لا لا, لا. عندي لوائح قوانين اطبقها هي. ليش حط اللوائح انا مو مقتنع بنفسي انا بستفسر كلجنه عندي انا شبهه في هذا القرار انا ما عندي مشكله اني انا اخاطب الاتحاد اسوي ولا دولي كل المشاكل هو على اساس بس على اساس نتفق كابتن انور كلامك صح وانت كلامك صح ولكن في جزئيه مهمه اليوم بدام في لوائح ناس ما تفضل كابتن انور فالمفترض ان الناس تتبع هذه اللوائح ومن حق الانديه ان تلتجئ الى محكمه التحكيم الرياضي مو برا عندنا في هيئه التحكيم المفترض ان تفعل دورها خاصه اذا اليوم كل شيء جديد فالمفترض ان تفعل دور الهيئه بحيث ان الانديه لو كان حسوا في ظلم واقع عليهم يروحون حق هيئه التحكيم انت ليش حط لوائح كاتحاد عشان تطبقها عشان تطبقها خلاص انا اطبقها النادي يروح يشتكي بعدين اوكي بس انا اهم شيء بالبدايه اقص الحق واخلص نعم. ما تطول المشكله اللي صارت في القادسيه واسم طافتها من القادسيه اروح انا اروح اخاطب الاتحاد الدولي على شمال ليش حاط لجنه مسابقات ولا وحش اقول لوائح كل مشكله تصير اروح الاتحاد الدولي نعم. هو الجزئيه اللي تفضلوا فيها الاخوان هذا امر يعني يجرنا الى نقطه يعني اذكر الدكتور صقر الملا اعتقد في تصريح له وحطوه الاخوان في قناه الاي تي في ان الهيئه وهيئه التحكيم الرياضيه في الكويت سيتم العمل فيها أو بداية عملها إلى ما بعد المرحلة الخامسة ومع المرحلة الخامسة يعني هذا الأمر صراحة أسأني يا دكتور صقر الملا أنا كرياضي استئت من هذا الأمر ما يصير دكتور يعني اليوم محاكم الكويت كلها شغال روح اليوم روح باكر زور يمك الهيئة روح يا دكتور صقر حق قصر العدل أو مجمع المحاكم اللي في الرقعي يمك وادخل المبنى وروح عند الاسانسير 15 واحد باسانسير واحد 15 واحد داخلين بالاسانسير وقاعد يشوفون قضاياهم ويزورون المحكمة ويزورون الجلسات ويحضرون الجلسات اليوم الدولة كلها قاعد تباشر عملها انت تقول لي والله اخليه بعد المرحلة الخامسة شنو ذنب الاندية شنو ذنب الرياضيين اللي عندهم مشاكل يا اخي ارتب الموضوع دكتور احطه والله بالاونلاين احط والله المراجعات تصير بالباركود تصير عن طريق الهاتف عن طريق بس اني اجل العمل يا دكتور صقر الملا اجل العمل والله لين المرحله الخامسه وشنو ذنب الرياضيين اللي عندهم مشاكل وقضايا اليوم موضوع اتحاد طائره انا مثلا عضو جمعيه عموميه في اتحاد طائره مثلا بروح اشتكي انا فوزي المعتوق بروح اشتكي محكمه التحكيم والله محكمه التحكيم مسكره معزلين عشان والله كورونا والدوله كلها شغل انت يا دكتور صقر انت مسامح حق الرياضيين يلعبون انت بنفسك سامح تقول لي والله المحكمه ما اسمح لها هذا يصير كذي هل معقوله هل في 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 يعني في 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 خلينا نقول في تناقض بالموضوع انا انت ما قاعد تسمح حق الرياضيين يلعبون قاعد تسمح لهم ويلعبون بالملاعب ويتجمعون وتدريبات وتقول والله المحكمه لا خليها للمرحله الخامسه بس ما تعرف والمحكمه كل واحد يجون اثنين ثلاثه سعيد ما تعرف الاسباب اوكي صرح دكتور صقر بس شنو الاسباب يعني شنو التداعيات عشان كورونا اي عشان كورونا كورونا ليش تلعب عين انا قاعد اقول لك يمكن هم عندهم امور ليش تلعب لا يمكن عندهم ليش تلعب أمور. ليش عندهم امور او ما برد ليش تلعب انت مو كورونا لا هذا لا لا المحكمه ايش حق تاخرها بعد انت طلعت يمكن ما عندهم مبنى لها عندهم مبنى وكل شيء ومشكله وكل وبعدين ابو سعود يعني اشتغلت يعني محكمه رياضيه عدل نعم قضيه بتيهم اليوم ما ادري ايش درى لا يعني يمكن لا ادري اقول لك يعني يمكن يوم قضيه باليوم يمكن بالسنه قضيه واحده فيه طيب صحيح شغلتهم يعني مو نفس المحاكم تقول شقاره اي أيوة والله يعني مفروض يعني كم قضيه بتيهم بالشهر قضيتين ما اعتقد انا يمكن طول السنه يمكن قضيتين ثلاث وش المشكله اذا انطروا المرحله الخاصه ليش لا ليش عندهم عندي انا عندي قضيه الحين انا نادي القادسيه عندي قضيه بروح اشتكي عندي موضوع مال المحكمه الان مال الدوري مال 2016 2017 عندي موضوع النقاط الثلاث عندي موضوع مال القادسيه والنصر عندي مليون قضيه بروح اشتكي شو اسوي عطلني عشان والله حتى اتحاد طائره صح كلامك اتحاد طائره خليني ارجع حق الموضوع عموما ابو ثامر نقطه اخيره قبل اروح حق الفاصل انا استغربت منه اليوم انتم حاضرين كنتوا اليوم اي موجودين حاضرين يعني في انديه ما حضرت او لبسها مو جاهز
يعني يمكن نادي الشباب اللي محاضر اللي ما حضر في يعتقد ناديين او ثلاثه لبس الجولشي مثلا مو جاهز، لبس الفريق مو جاهز. يعني انا كنت اتمنى على الاقل يعني مثلا يعني الان نادي الشباب حسب ما سمعت انه مغرم 500 دينار صح. زين تكلمهم قبل يومين تروح تغرم تكلمهم قبل اسبوعين. الكتاب 11/10 يعني وصل يوم الاحد الانديه تعمم على جميع الانديه. اليوم كان اجتماعهم اليوم الثلاثة. انا اعتقد اليوم احنا خلينا نتجاوز لان هذه الشغله اللي احنا كنا نأيدها انه يكون عمل اللجنه او بالاتحاد عمل احترافي وهذا يشكرون عليه. لكن اليوم عشان ان هذه كبدايه انا اتمنى ان يتجاوزون على بعض الانديه اللي ما حضرت، نفس الشباب ما حضر في كذا في كذا نادي يمكن ما حضر لبسه يعني جابوا لبسه دوري مو عقب باكر. بلى بلى بس انا قاعد اقول لك هذه كابو ابو علي هذه اول خطوه. انا اقول لك شغله، احنا رحنا عبالنا ان اجتماع لكن بعدين تالي احنا جبنا اللبس. انا قاعد اقول لك مو كل الانديه تدري ان في هذا الكتاب. الكتاب يرسل لكم الاتحاد موضح شنو الاجتماع الاجتماعي فحوى الكتاب كله موجود ان حضور اللبس طاقم الفريق بالاضافه الى حراس المرمى والالوان الاساسي والاحتياطي سؤال حراس يعني. لكن ابو حمود يعني انا قاعد اقول ان الاتحاد اليوم كاول خطوه اليوم تجاوزه، السنه الجايه لا تطبق لان احنا الحين الانديه كلها عرفت هذا الكلام. يعني اقصد دكتور انه أو يعني يصير يوم 11 تبي يوم 13 عرفت على الاقل 1/10 اعطهم اسبوعين فتشة الشحنه توصل مثلا يمديك تطلب طلب يمديك 100% يعني الاتحاد ما بعث الكتاب تاريخ 11 الا يدري ان اغلب الانديه جاهزه لبس وكل شيء لانه خلاص انت بقالك اربع ايام بتدش الدوري صحيح. فانت بطبيعه الحال ان لبسك جاهز. ما توقعوا انه ممكن في انديه مثلا ما وصلت الشحنه ما كذا، ولكن انا اتفق يعني انا اهم كبدايه يعني كبدايه بثامر اكد على كلام بثامر انه تقاضى عن هذا ما عندي مشكله. هو ممكن ترى نادي الشباب يحضر يجيب لك فنيله مثلا مو اللي راح يلعب فيها بالدوري، هو ما يبي يطلع بهالصوره يعني هو حال نادي الشباب يرى انه حال الانديه نفس ما انت كل الانديه جابت فنايله المفترض ان ولكن احنا ايضا نلتمس العذر لاي نادي مو بس الشباب اي نادي حتى يصير نفس هذا الظرف. انت اليوم انت الاتحاد انت اللي ترأس الاتحاد وانت اللي تدير الاتحاد يعني بامكانك أنا اشكرهم للامانه. احنا كلنا اثنين عليهم، انا ما بزود على كلام الكبات الموجودين لكن هذا تشكرون عليها. لكن كنت اتمنى بعد تسويق للدوري غض النظر اذا كان دوري دمج تصنيف سوق انت كاتحاد سوق. ما في اس تي سي هالموسم صح؟ لا بلى في هذا الجدول اللي نازل الجدول اللي نازل على الانديه اس تي سي الشركه الحين راعيه نعم. لكن كنا نتمنى سوقه في الشوارع الاعلانات التجاريه اللي قاعد نشوفها يا اخي حط صور اللاعبين حط صور العربي حط الجهره السالميه كنوع من التحفيز. يعني اليوم صح ما في حضور جمهور لكن احنا نطلع انه يكون العمل احترافي. يعني اليوم الاتحاد انا اعتقد هذا الاتحاد اللي ما عليه ازعاج هم الامور اللي قاعد تصير بالمشاكل عدم تنسيق اعضاء مجلس اداره الاتحاد. لكن كشكل الكل الهيئه العامه متعاونه معك، اللجنه الاولمبيه الكويتيه متعاونه معك. فانا ما اعتقد يعني اليوم الامر اذا خطا طلع من الاتحاد هم يتحملونه، ما في كل الامور مهيئه له. فليش ما تسوق اليوم عط رؤيه جديده حق موسم جديد نعم. انه يشوف نفس طيب. هذه البوادر خروح لفاصل لكن قبل الفاصل ايضا ننوه بان هناك بث مباشر اللي حاب يتابعنا عبر البث المباشر عبر قناه العداله الحساب الرسمي لقناه العداله في تويتر. مشكورين الاخوان يعني على بادرتهم ايضا ودعمهم لنا الاخوان القائمين على الحسابات الخاصه في وسائل التواصل في قناه الاي تي في والله يعطيهم العافيه. نروح لفاصل وبعدها سنه حياكم الله ويانا. في تغريدتين صراحة تستحق أن نناقشها مع ضيوفنا. التغريدة الأولى من الدكتور وليد اللهو يقول شنو آلية تحصيل مكافآت الفوز حسب تصريح الدكتور الشاباني؟ هل هي بعد المباراة أو في نهاية الموسم؟ وهل فوز أي نادي إداريا تحسب له تلك المكافأة إداريا يعني تقلب النتيجة للفريق الخاسر؟ توضيح لو تكرمت. والله هذا الأمر ما أدري صراحة عند الإخوان لكن يعني ملاحظة في محلها صراحة. يعني اليوم
نفس ما حصل مع القادسية الآن لما صدر قرار من الفيفا وخصموا النقاط الثلاث من السالمية وصار القادسية الثاني والسالمية رجع الثالث، كانت في فرقية لحين ما أعطوهم الفلوس. فاليوم أنت يجب أن تكون واضح، مثلا هل ستخصم مثلا المكافأة من مثلا إذا عليك عقوبات، هل راح يخصم منها؟ هل يعني الأمر هم يحتاج توضيح صراحة، هم يحتاج توضيح. بس أنا قاعد أقول لك شغل، الاتحاد الحين نفترض أن في نادي معطي مبلغ ويا عليه خصم، الاتحاد ترى الفلوس بيده، مال النقل التلفزيوني، مال كل شيء، يقدر يتصرف. انا وجهه نظري رايي انه يعطي اول باول، يعطيهم الفلوس، يدفع الفلوس مباشره اول الفلوس، لا تخلي والله يقعد على صار مثلا اعطيته فلوس وصار عليه شيء، صار عليه مخالفه في مجال ثاني، في مكان ثاني، باب ثاني تخصم منه. فانا اعتقد انه يكون بنفس الوقت افضل، هذا رايي. ما ادري بعد يمكن الفلوس هني بالفلوس الماليه لا لا اتفق معك انا لا اتفق معك ان انت تعطيه ورا مباراه مباشره. اضافه على ذلك اساسا يعني النقل التلفزيوني ما قاعد يروح حق النادي، يعني قاعد يروح حق الاتحاد اللعبه، واتحاد اللعبه هو اللي يصرف. او تدري بهالامر يعني فلوس النقل ما تمنح بعد المباراه على طول، على عين راسي. بس بالنهايه شنو؟ كتاب من التلفزيون ويصرفون. بالنهايه وين تروح الفلوس؟ شهرين وثلاث اشهر. اتفق معك عزيز، بالنهايه الفلوس وين تروح؟ تروح حق الاتحاد طبعا. انت بدام بادرت واعطيت الانديه 1000 دينار على الفوز، هذا شيء يشكر لك. ولكن اليه صرف هذه المبالغ اذا كانت احنا لاعبين ويعني على قولتهم وعارفين، نعم، اذا تم صرفها بعد المباراه هذا اكبر حافز حق اللاعب. مع انه يعني معلش انا ضد على قولتهم سالفه ال 50 دينار، لان اللاعب الاكبر من يحصل على 50 دينار، ولكن يبغى على قولتهم بدايه افضل من ماكو شيء يعني. نعم، هذا القصد. نعم. نقطه في محلها كابتن، يعني او ملاحظه في محلها من اخوي الدكتور وليد، يجب ان تكون واضحه الامور. احنا ابو سعود لازم نفصل، هم الاتحاد لازم يقولون مثل عقوبات هذه نهايه الموسم يخصمونها، نفس قبل كل انديه نهايه الموسم يخصمون اذا عليك مخالفات اداريه ولا اللاعبين يرخصون. بس هذا مثل ما قال دكتور جاسم وابو علي، بعد المباراه تعطها على طول، هذه ميزانيتها غير وهذه غير. فبالعكس انا اشوف ان يصرفون دايركت، يعني حتى يكون حافز اللاعب يقدر يعطي اكثر. نعم. بالعكس كابتن مو كذي يعني، معلش عزيز بثامن اثار يعني شيء جميل صراحه، هو التسويق. صحيح احنا ما عندنا جمهور، ولكن ممكن هني دخول الشركات حتى بالألف دينار، يعني ممكن اساسا الاتحاد ما يعطي الألف من جيبه او من الدوله، ممكن عن طريق الشركات. من دوره هذا؟ مو في لجنه التسويق؟ لجنه التسويق هي اللي المفروض يفعلون لجنتهم، اتحاد دوله يعني، مو شيء يصير الألف هي على قولتهم باسم الشركه، يجلبون شركات على مستوى النادي. على مستوى النادي يعني عندنا احنا شركتين راعي، وعلى مستوى نادي يعني انت ما تتكلم على اتحاد الدولة. نعم صحيح. فانا اعتقد كل الشركات تتمنى انها تسوق حق شركاتها عبر الاتحاد. نعم. لكن وين اللجنة التسويقية الفعالة؟ انا برد على سالفة الالف دينار. نعم. احنا انا قاعد اقول لهم خلي يدفعون مكافآت الدوري الموسم اللي طاف، بيعطونا الف دينار. احنا الدرجة الاولى ما استلمنا. صح. ما استلمت ولا حين. ما استلمنا المكافأة الدرجة الاولى ولا الفريق الثاني. احنا 10,000، الثاني الفحيحين 7,000، الكويت ما استلم المكافأة اللي هي 27,000، السالمية ما استلم، الثاني ما استلم. يعني انت يد كلامنا ابو ثامر عدل، انا نقطتك صح. انا قاعد اقول لك يعني شوف يعني بعد اذا بتخلي الالف بتخلي الالف ما تبي تعطيها ما تدفع، بتم نفس المشكلة. صحيح. بتخلي الفلوس وما تدري ياخذونه ولا ما ياخذونه. وعلي الحين لا تعال بعد يومين، بعد يومين انت بتبلش دوري موسم جديد، انت مكافأة بطل الدوري ممتازة والدرجة الأولى. اخذت الجارة مو قايلين لك لا لا ما اخذينا رسمي. لا لا ابي خل انت وانت وانت ويمكن بس معقولة نادي الكويت والدرجة الممتازة؟ شوف أنا أعتقد المكافأة واحدة، بيسلم نادي الكويت الكل. بيسلم الكل. إيه بيسلم السالمية. أنا اللي تواصل حتى أنا تواصل ويا نسيب بالخير بدر الخالدي قاعد يقول إحنا ما استلمنا، قلت حتى إحنا ما استلمنا. اليوم تدفع، وترى اليوم كمباريات 7 مباريات يعني بكل مباراة 7,000 دينار، هل يعقل 7,000 دينار كلها بيحصلونها وبيعطونها الأندية؟ زين هذه شغلة. الشغلة الثانية أنا ضد أن الفريق اليوم فايز وإذا كان خطأ إداري تسحب منه الألف.
خلي الألف لأن بالنهاية فاز داخل لا لا فاز داخل الملعب إيه؟ هذه فرحة لاعبين لاعبين إيه؟ إذا في خطأ يتحمل الإداري مو اللاعب عط حوافز اللاعبين ماشي الألف دينار هي مو 10,000 يعني والله أعطيه عشان قربت النتيجة روح رد الألف لا, لا, لا أنا كنادي أنا أتحمل الأمور الإدارية أخطأ فيها أنا أتحملها لكن فوز اللاعبين داخل الملعب يستحقونه الخطأ إداري ما يتحمل اللاعب داخل لا لا حفز اللاعبين عط اللاعبين انت بعدين تقول الكويت ما ادري الكويت ما يسوون عن الفلوس انا في خبر يعني شيء بشيء يذكر موضوع المكافآت والغرامات الاخوان في وزارة الرياضة السعودية اصدروا قرار من وزير الرياضة معالي وزير الرياضة ملزم على كافة الأندية الرياضية بالمملكة بعدم الصرف من ميزانياتها لسداد الغرامات التي تفرض على اي من منسوبيها واعتبار هذا التصرف موجبا لإيقاع المسؤولية القانونية على المتسبب به وفقا للائحة الأساسية للأندية الرياض يعني الشخص هو يتحمل إيه المسؤولية يعني مثلا أنت اليوم طقيت لاعب مثلا اعتديت على لاعب انطرد لا خطأ مجلس الإدارة شلون خطأ الإداري الإدارة يتحمل يعني مو شخص أنا وهذا الشيء زين تبعد عن اللاعبين تبعد هالأشياء عن اللاعبين داره وتحمل بس هو مو غزت فعلي قصده أن اللاعب هو مثل أخطأ هو يتم خط بالفعل ترى أنا أيد هالأمر ليش أيد هالأمر أنت اليوم بس طبعا بعيد عن لاعبينا لأن لاعبينا ما يتقاضون رواتب يعني كبيرة هناك تتكلم أن اللاعب إذا بيوقع لنادي مثلا تتكلم يعني معلش يعني الله يهنيهم ويزيدهم احترام. تتكلم عن ملايين اللاعب لما يوقع عقد يوقع عقد مثلا خلال 3 سنوات تتكلم عن سلمان الفرج مثلا اللي قاعد يدور الآن إن النصر مثلا يبونه ب60 مليون رقم ريال فهم رقم مو شويه لما يقطع هذا نفس اللاعب مثل سلمان يخطئ هذه النقطه على انه يدفع هذه المبالغ يتحمل عرفت على اساس لا يخطئ هذا شوف ابو سعود في نقطه يعني يكون رادع لهم لا مثل بالكويت هنا المدرب والاداري يتقاضون الانديه حلو اذا يعني صارت عقوبه وهو اخطا الاداره والمدرب يتحمل مو النادي يتحمل وقاعد يصير كذي لا احمد لا على حسب الادارات يصير قاعد يصير لا قاعد يصير اذا مدرب اخطا وقرموه هو يدفع اكو بعض الانديه في بعض الانديه مطبقين هذا الشيء لكن انت تقول لي اداري 150 ونزلت عليه عقوبه 200 دينار منين الاداري هذا بيطلع 150 راتب شو 150 150 راتب انت وانت اذا نزلت عليه عقوبه اترك انت الامور الشخصيه بعدين اقول لك تحت الهواء زين اذا كان 150 نزلت أنا أقول لك إحنا كنادي لا والله رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ما عندهم هذا الشيء هم يتكفلون في العقوبة يعني يدفعونها من صندوق لأن أبو حمود قال نقطة لأن إحنا ما عندنا رواتب اللي تقدر تخصم عليه اللاعب النقطة الثانية والتغريدة الثانية أخوي العزيز أيضا وأخ عزيز عبد الله المالكي يقول كان المفترض التنسيق بين الاتحاد والشركة الراعية يتم تسمية الدوري باسم دوري الشيخ صباح الأحمد لكرة القدم تقدير وعرفان للراحل على مواقفه مع الرياضة والرياضيين خصوصا بفترة الإيقاف ايش رايك بحمد بالعكس اتمنى احنا من يعارض هذا الشيء بالعكس مقترح جميل جدا جميل ما حد يعارض والله هو يعني يمكن بما ان احنا هم متابعين للدوري السعودي دكتور الدوري السعودي صراحة هو سباق في مثل هذه الامور بس يطلقها على شنو على جولة خل كدوري الان اسم دوري سمو الامير محمد بن سلمان لا اتكلم تذكر مرة جولة مثلا حق العاملين في الصفوف الامامية نعم جولة حق اعتقد سموها جولة الملك سلمان مرة نعم جولة صحيح سموها اليوم الوطني نعم صحيح فعندهم هال معلم هال يوم بالضبط يوم عندهم هالابتكارات والاختراعات فاليوم ما يمنع يا اخي مو لا تسمي الدوري مع ان الدوري مو شو يعني شيء قليل في حق اللي نعم قدمه سمو الامير راحل الشيخ صباح لكن نعم يا اخي جولة على الاقل جولة اول جولة اطلق عليها جولة أمير الإنسانية مثلاً بالضبط مثل حتى التواصل مع الشركة الراعية بس أن لا الموضوع أكبر من كذي لا أبو سعود يعني مثل المفروض مثل ما قلنا ذاك اليوم مدينة رياضية كاملة باسم الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد هذا الحل مو تقول لي دوري ما دوري مدينة رياضية كاملة على مستوى على مستوى يستفيد منها الشباب على هذا لأن صاحب السمو الراحل الله يرحمه الشيخ صباح كان وايد مهتم وحاط باله على الشباب عمل فصل رياضة الشباب عن الرياضة علشان يبي الشباب لهم دور لهم شيء فأنا أعتقد مدينة رياضية كاملة متنوعة على مستوى باسم صاحب السمو الراحل نعم صباح الأحمد الله يرحمه يستاهل عموما بنروح للفاصل لكن قبل الفاصل في مباراة ودية لعبت يوم أمس الأول بين المنتخب الأولمبي وفريق العربي
هذه المباراة ستجرنا إلى حديث طويل صراحة، وشيء عن المنتخب الأولمبي أو العربي أيضا، في أخبار طلعت حول بعض الخلافات أو الاختلافات بين إدارة النادي العربي. حاولت صراحة التواصل مع أخوي علي مندني لكن ما لقيت منه جواب للوقوف على بعض هذه الأمور، راح أسأل بالتأكيد العرباوية. لكن خلوني في البداية أشوف تقرير مباراة العربي مع المنتخب الأولمبي، وبعدها إن شاء الله سندخل في هذا الموضوع بعد الفاصل إن شاء الله. ضمن استعدادات الأندية لخوض انطلاق الموسم الرياضي الجديد الذي سيبدأ الخميس المقبل بدوري التصنيف، وفي الوقت نفسه هو ختام الفترة الأولى لإعداد المنتخب الأولمبي، التقى النادي العربي مع الأزرق الأولمبي في مواجهة ودية احتضنها استاد نادي الشباب. لم تشهد مجريات المباراة إثارة وجاءت عادية ومتكافئة إلى حد ما بين الطرفين. تفوق فيها الأخضر بهدف سجله محترفه سيكو كيتا في شوط المباراة الأول، ولم يأتي الشوط الثاني بجديد رغم إجراء المدربين اللبناني باسم مرمر والوطني محمد العزب العديد من التغييرات. الحمد لله نوعا ما راضين، إذا ما كان بعد حتى رضا كل اللاعبين، يعطيهم ألف عافية، نشكرهم على هذه الفترة اللي طافت 9 أسابيع من الإعداد، يمكن نشكرهم على التزامهم وعلى حرصهم وعلى يعني تدري احنا اغلبهم فيهم دراسات عن بعد وما عن بعد، والظروف الحاصله حاليا المخالطات وكورونا ما كورونا يرجع للبيت، يعني هذا الشيء يمكن الكل ما ينتبه له، لكن هذا الشيء يشكرون عليه اللاعبين وعلى حرصهم وعلى التزامهم حتى بالاشتراطات الصحيه خلال الفتره اللي طافت. تجربه جديده للفريقين سعى من خلالها الازرق الصغير لتجربه اكبر قدر ممكن من اللاعبين، ووضع الاخضر لمساته الاخيره قبل انطلاق دوري التصنيف. بهدف سيكو كيتا العربي تغلب على المنتخب الأولمبي في نتيجة كانت مرضية للطرفين في ختام استعدادات الفريقين. لبرنامج الديربي خلف العنزي. شكرا اخوي خلف، راح اتكلم ان شاء الله بعد شويه عن المباراه والمنتخب الاولمبي، وعندنا ايضا موضوع يمكن يتعلق بالمنتخب الاولمبي، وعندنا موضوع الشان العرباوي. الاخوان في الكنترول ايضا صححوا لي معلومه بس خلا اوضحها قبل لا اروح الفاصل. طبعا الشيخ فيصل مبارك سعود الصباح تم تعيينه رئيسا للديوان الاميري وليس مديرا لمكتب سمو الامير، فتصحيحا لهذا المنصب للمعلومه اللي ذكرتها. مره اخرى ايضا نبارك للشيخ فيصل ويستحق هذا المكان، رجل صراحة يعني قدم الكثير لبلده، وأيضا إبان وجود سمو العهد في منصب سمو العهد، ومو غريبة عليه هذا المنصب، يستاهله ويستحقه بالتأكيد، نبارك له. وأبارك أيضا لنجلة الشيخ ناصر، أنا يمكن ما ذكرت اسمه قبل شوية، الشيخ ناصر أمانة أرجع وأكرر رجل خلوق متواضع كعادة أسرة آل الصباح الكرام، هذه الميزة وهذه الصفة موجودة فيهم جميعا. تعاملت معه رجل وأكرر رجل يعني يعمل في مجال الإعلام، ما شاء الله خبرته وتعامله مع الشركات الإعلامية تعامله راقي، فأبارك له أخوي الشيخ ناصر المبارك الفيصل سعود الصباح، وأبارك لوالده مرة أخرى الشيخ مبارك ويستاهل مرة أخرى، ونتمنى التوفيق إن شاء الله في خدمة بلدنا وخدمة أهل الكويت ومن يعيش على هذه الأرض الطيبة. مرة أخرى مبروك الشيخ مبارك فيصل، مبروك أخوي الشيخ ناصر، يستاهل الوالد، والله يوفقه إن شاء الله والله يعينه على هذه المهمة، وهو قدها وقدود دائما أيضا ساعد ومساعد لسمو الأمير في كل الظروف. روح لفاصل وبعدها سنعود. صباحكم الله بالخير. قبل لا ندخل في الحديث عن مباراة العرب والمنتخب الأولمبي، بس أبو أحمد أحد الإخوان داز لك مسج. إيه. في أحد الإخوان داز لي والله كلام وايد طيب، يعني يقول الحين مقصورة 15 النادي هذا و15 النادي الثاني، يقول أغلب أعضاء مجلس الإدارة يجون 5 6 7
ليش ما نزيد العدد نخلي 25 25 هذا واحد. اثنين خل الروابط الأندية يحضرون يعني مثل كل رابطة 30 واحد 30 على الأقل يصير في حركة بالملعب. فال توزعهم يعني توزع بالملعب يعني مثل رابطة القادسية الكويت نتفرج ليه الجهر عندهم رابطة فرج ليه بوزع الرابطة على الملعب مرابطة تخلي الناس شو يطالعون يتفرجون لا عدد يعني تفرج يعني مو احنا نفرق دائما نقول الفرق بين المشجع والمتفرج. مشجع أنا صعب لأن شو مشجعين نفس الشورت والهاب متفرج لا يروح يتفرج على المباراة يطالع المباراة حلوة يروح يطالعها متفرج خلي يتوزعون بالملعب. الحين أنا إذا بروح شنو أختار متفرج ولا لا أنت عاد كيفك تروح طالب لا يعني يعني ما خلي يروحوا المباريات العربية مثل كلهم بس لا 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 لا, لا خلي يروحوا المباريات العربية كلهم بس ما يقعدون يبيع لا روح يطالعون كاس الامير صح كلامه كاس الامير يطالعون فريق ابو علي هو قال فريق يعني مقترح يقول ناس كاس الامير يعني رابطه مثل لا 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 ما سووا شيء الكويت اللي صار غلاء على الدين كلهم قاعدين بعض ما سووا شيء وين سووا تباعد انت ما سووا وين ما توخر هذا الغامدي قاعد يقوله افرض عليهم هي توزعهم على الملعب يروح يطالع الحين عبدو حكيك نزل عبد الفتاح لعلي موجود. طيب ابو علي حسب المعلومه اللي وصلت انه في اختلاف وخلاف بين جهاز الإدارة في النادي العربي عندك معلومة؟ هل أنا عندي معلومة لا ما عندي بالتفاصيل بس عندي نفس في خلاف صاير مو مجلس الإدارة بين الجهاز الإداري اللي هذا اللي سمعته يعني بين مجلس بين الجهاز الإداري اللي موجودين على الفريق اللي كانوا على الفريق خلاف بين بعض هذا. وبعدين الشغلة الثانية أنا قاعد أقول يعني الإداريين لو إحنا مشكلتنا تيشنو مثل عندي إداري أنا إداري ابي عندي مشاكل عندي اشياء اتكلم كل مكان اروح اسولف بالديوانيه اسولف بالنادي اسولف عندك شيء المفروض على قولت بالغرف المغلقه عندك اي شيء بتحل لك اي مشكله بيناتكم. احنا كانت تصير لي والله مشاكل ايام حتى اللي نلعب وايام اللي صرنا مدربين وصرنا اداريين والله نطاقك بالغرفه يعني مو طاق يعني قصدي بالغرفه 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 وغلافات وكل واحد له راي كل واحد له راي هذا يقول راي هذا يقول راي نطلع برا قدام اللاعبين خاصة قدام اللاعبين كنا ماكو شيء لا أحد يقول والله أنا سويت وأنا سويت كل واحد قال رأيه واختلفنا وتناجرنا مو يعني طيق خطي مدديد لكن نتناجر وكل شيء يصير بس لما نطلع من الغرفة نطلع نضحك كنا ماكو شيء خاصة قدام اللاعبين. طيب دكتور يعني أمر غريب اليوم الفريق حقق بطولة يعني هذا أمر يعني المفروض يعطيك حافز يعطيك صح. دافع إنه والله المجموعه قاعده تعمل وحققت انجاز وهذا شيء ايجابي ما يكون شيء سلبي انه يدخلنا في خلافات او في اختلافات هذا اذا صح الخبر يعني انا حسب كلام ابو علي او حتى ابو احمد يقول صحيح الخبر انا ما ادري صراحه. شوف انا اتفق وياك عزيز يعني انت اليوم حصلت على بطوله غاليه اللي صار لك انت يعني مختفي عنها لسنوات. نعم اليوم نفترض على مجلس اداره نادي العربي وانا اعتقد يمكن يعني كناصح للمجلس ولفريق نادي العربي انت حصلت على بطوله المفترض ان تحافظون على التيم وتحافظون على الاداره وتحافظ على حتى الجهاز الطبي الموجود وتحافظ على اللاعبين وتبدي اليوم مرحله جديده. احنا اليوم هذا قاعد يصير مو بس ترى عندنا بالخليج حتى يعني بالمملكه العربيه السعوديه كوني انا متابع للدوري السعودي. فريق التعاون العام يحصل على كاس الملك مثلا اليوم تشوفه بالدوري منهار لا تشوف لاعبينه لا تشوف محترفينه ادارته مشاكل زين ليش نفس اول مفترض المفترض انت حصولك على هذه البطوله تبدي على قولتهم تقرب وجهات النظر تبدي تقلل المشاكل تبدي تحتوي اللاعبين تحتوي الاداره مجلس الاداره على دور كبير اداره الفريق لها دور كبير ان حتى ما تستغني عن اي لاعب كان وياك بالمرحله السابقه اللي انت حصلت فيها على البطوله وهذا فن الاداره. اليوم لما تشوف انه يكون في مشاكل حرام يعني انت تضايق. العربي كل من تكلم عليه بعد حصول الدوري قال هذا الفريق اللي راح نشوفه حق سنتين او ثلاث سنوات راح يكون منافس وراح يحصل على بطولات ايضا. لما تصير هذه المشاكل بدايه الدوري لا الدرباء هذا على قولتهم نقطه خطر بالضبط. شو رايك انت شنو المعلومه اللي عندك بعد؟ لا انا ادري عندهم خلافات يعني يمكن اشوفها انا بتويتر وعندي عرباوي مغربين خلافاتهم يعني على يمكن انا ما ادري بس اللي قاعد اشوف ان عوده اللاعبين اللي كانوا معارين يعني مثل كذا لاعب وشط كم لاعب من الشباب فئه الشباب يعني كانوا موجودين معهم وشطبوهم
فأنا أقول يعني مثل ما قال الدكتور جاسم يعني الفريق ما شاء الله تبارك الرحمن مشى زين بالكاس وأبو عبد الله المدني ماسك الفريق من أحسن ما يكون وكان في وجوه شابة. أنتوا قاعد تناقضون نفسكم الحين، أنا ما لي شغل يعني العربي كيفهم، طبعا أبو علي وهم من حقه ينتقد، بس أنا أقول أنت عملته وإنه سوينا فريق شباب، ليش ترد مع احترام حق اللاعبين الموجودين يعني أردهم، ليش تردون لاعبين يعني أنتوا قاعد تناقضون مثل منو بأحمد يعني مثل السليمي مثل عندك عيسى وليد، أنتوا قلتوا ما نبيهم ما نبيهم وعطيتوا طلعتهم برا إعارة وأعتقد السليمي مشروع إنزين، أنت الحين رديتهم ليش رديتهم؟ طيب تبي تردهم؟ أنا قاعد أقول لك تبي تردهم؟ ليش ما ترد حسين الموسوي؟ أمانة أقول لك يعني حسين مستمر ولاعب زين وهداف، فهم في ناس قاعد يقولون في تناقض على المشكلة هذا يعني بعدوا لاعبين شباب كانوا في المرحلة تحت 20 بعدوهم، فإن شاء الله نتمنى حرام يعني اللي عملوه يعني يخربوا، حتى لو هذا مثل ما قال أبو علي عندكم خلاف احتووا بيناتكم لا يطلع برا بالإعلام. وثامر يمكن أنتوا في الجهرة مريتوا بنفس هالتجربة يعني، لكن ما شاء الله حليتوها بشكل سريع وقدرتوا تحلون هالمشكلة، هل يعني تنصح العرباوية باتخاذ نفس الأسلوب؟ أنا ما أدري شنو الأسلوب اللي أنتوا تبعتوه في حل هالمشكلة. أمين السر مساء عليه بالخير خلف سهو يعني ما شاء الله يعني تبنى هذه الأشياء والأمور اللي صارت بالفريق، لكن الحمد لله باتفاقه مع اللاعبين اللي بصراحة يملكون الخبرة الكافية وروحهم على الفريق الحمد لله الآن الأمور مستقرة جدا يعني بنادي الجهرة. أنا إحنا إذا بنتكلم على الجهاز الفني الجهاز الإداري بالنادي العربي إحنا نتكلم على خالد عبد القدوس وأحمد النجار عدل وعلي مندني وعلي مندني نعم علي مندني يعني يا تا عضو مجلس إدارة عضو مجلس إدارة. أنا أتكلم على الجهاز كرة بالضبط، أنا أتكلم عن خالد عبد القدوس وأحمد النجار يمكن أكثر اثنين تعبوا مع الفريق والموسم اللي الماضي تحملوا الكثير صراحة، وهذه شهادتي فيه مجروح أنا ما ألتقي وياهم، لكن إحنا نتابع العربي لما كان يمر في من أزمة لأزمة لأزمة، لكن تحملوا وصبروا وما راح جهدهم بعيد يعني ونالوا هذه البطولة. أنا أعتقد حتى أبو عبد الله علي مندني يعني عنده من الفكر الإداري اللي بصراحة وجوده كان إضافة لهذا الفريق. أنا ما أعتقد إنه بتتم خلافات، أنا الحين سمعت الخلافات، لكن أنا بوجهة نظري جدا متعاونين يعني قائد عبد القدوس أحمد النجار. بتكلم أبو أحمد على تسجيل اللاعبين، ليش لاعب؟ هذا مو اختصاص جهاز إداري ولا مجلس إدارة، اختصاص مدرب هو اللي يختار. بتقول لي ان اللاعبين ممكن ان يوخرون على الفريق، هذه رغبه لاعب، لكن اذا انا لاعب عندي استعداد اني اقدم للنادي ما يمنع ان يكون الخيار والفيصل المدرب والملعب. نعم. لكن بنرد على الاختلافات الاداريه اللي بالنادي تواجه النادي العربي. انا اعتقد خالد عبد القدوس واحمد النجار مع احترامي كل الاحترام حق علي مندني ابو عبد الله مسي عليه بالخير، لكن هذيل اكثر ناس تعبوا حق الفريق واكثر ناس هجموا واكثر ناس تحملوا، وكانت يوم من الايام كانوا الكثير يطالبهم انهم يمشوا لكن اصروا انهم يكملون مع الفريق. طيب وانا اعتقد ان شاء الله ان شاء الله انها يعني الامور هذه لا انت كلامك يعني. اوكي بس انا في نقطه يعني هل المدرب توي هي جديد هل يعرف اللاعبين اللي يبوهم الحين؟ شافهم؟ عندك التسجيل 31/10 لا 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 يعني عندك تسجيل لاعبين شوفوا اللي شافهم يعني في لاعب انا خلنا اقول لك انا وجهه نظري اي لاعب يقدم الناديه من الصعب انك تقول لا لا أنا يوم يقعد وخلي الفيصل هو المدرب. انا وجهه نظري مثلا قلت هالكلام انت عاي رد حسين موسوي رد علي مقصيد رد هذا ما يصير يا جماعه هاي سنه الحياه. انا ودي العب لليوم على عمري ودي ادري ودي العب. من يقرر المدرب ما علي المدرب بس انا اقول لك انت الحين طالع لك فريق وهذا انت بتردون على قبل والله رد فلان ورد فلان ما يصير انت الملعب عندك لاعبين وهذا خلاص بس لاعبين معارين هم يمكن بحاجه يمكن العربي يحتاج هذا المركز هذا المركز والله اللي هم اللاعبين موجودين والله انا اتفق وياك والله انت شنو شايف الحل اذا فعلا في اختلاف بين خالد واحمد وعلي مندني اذا في اذا امر فني اذا امر اداري طبعا عضو مجلس اداره علي مندني هو يقرر ويشوف هذا اللي قاعد مشتغل حرام انه يظلمه اذا مشتغلين صح وماشيين ويا صح اذا الامر اما اذا الامر فني خلوه حق الفنيين
عندك المدرب الجهاز الفني اللي وياه خلوا حق الفنيين، بس انا وجهه نظري انك تشيل الكبار اللي قدموا ما قصروا، يعني هاي سنه الحياه انه يوخرون خلاص قاعد يطلع قاعد يطلعون لاعبين زينين. ما يصير يا جماعه احنا نفكر هذا بعده صغير، هذا تو الناس عليه يوصل عمره 24 سنه للحين ما لعب للحين ما لعب درجه ولا والله مثال واحد مثال يعني والله حق المنتخب لان في تصريح حق اللاعب ما بيطول تكفى مثال واحد تفضل حسين اشكناني عمره 17 سنه لعب ضد القادسيه افضل لاعب كان اول مباراه لغويه جماهيريه يعني عقب قاعد احتياط انت الحين قاعد تقولون نبي الصغار يعني غلط انت راح تجيب اي لاعب كبير راح ترده يعني مو اداره مدرب هو عزيز بس قصد مو التزام انه معار لازم ارجع حق نادي هذا المهمه انت اليوم العربي خذ بطوله شكرا لجميع المعارين يعطيهم فرصه يروح نادي ثاني مو بضرونه ترى ان تاخذ يعني ترد حق العربي نعم. لان العربي خلاص الان حط ايده على قولتهم على الايجابيات وسلبيات الفريق ويبدا يشتغل فيها لان خذ بطوله نعم. عرف فريق الان ماشي زين يعني وماشي زين فانت يا كمعار انت ندري فيك ان انت مثلا محب لنادي العربي ولكن انا تعال يا عضو مجلس اداره او مجلس اداره تعال اللاعب اللي معار شكرا ترى احنا ما احنا بحاجتك الان نعم. خلاص تقدر تشوف لك نادي ثاني شكرا وبالعكس هو مستفيد والنادي بدل ما يقعد احتياطي يروح يلعب بالثاني احسن له اوكي خلينا نروح حق تصريح لاخونا المدرب الوطني محمد العزب مساعد مدرب المنتخب الاولمبي كان في له تصريح وتعقيب على بعض الحوار اللي جرى في حلقتنا قبل يومين البعض يقول المفروض تنطرون المدرب الاسباني او اللي تاخر وصوله توضح اكيد انا حاب اوضح النقطه هذه دام انكم بنفس البرنامج انتم تكلمتوا عن هذه النقطه اول شيء في بعض المعلومات اللي ما كانت صحيحه وتم البناء عليها بالتحليل بالبناء عليها اول شيء المدرب مو موقع من شهر واحد المدرب وقع اقل من شهر ثاني شيء تاخير المدرب وصوله للبلاد بهذه الاجراءات الدوله يمكن تصريح له ما طلع الا قبل وفاة صاحب السمو الراحل الأمير صباح الأحمد اللي نعزي عليه طلع قبلها بيوم تصريح الدخول والمدرب الحين واصل راح يصل يوم الجمعة إن شاء الله القادم وتأكد أن جميع ما تم العمل عليه خلال 9 أسابيع السابقة كله بناء على توصيات المدرب أندريس كراسكو وجميع بداية فترة كنا قاعد نصور التمارين شفنا العملية شوي متعبة والعدد كبير والعدد تنسيق اختصرناها على المباريات وتقارير جميع المباريات مصورة وقاعد ترسلها أول بأول وعارف جميع اللاعبين وهو من طلب أن يكون في كل مركز من 5 إلى 6 لاعبين في كل مركز هو من طلب نقسم A و B هو من طلب أن الفترة الأولى تكون فترة تجميع لاعبين وإعداد على الفترة السابقة وإذا حضر المدرب أكيد كل الصلاحيات راح تكون له وهو الأخير هو الآمر النهائي في هذا الفريق هو على رأس الجهاز الفني لكن هو السؤال اللي يسأل حق الأخوان الفنيين اللي كانوا موجودين في الاستديو كانوا يقولون ليش المدرب محمد العزب يختار وقاسوا هذا على نبيل معلول نبيل معلول يمكن نحترمه ونتعلم منه شيء كبير لكن الفترة هذه غير عن الفترة السابقة والفترة الحالية اللي مطلوب منه احنا كجهاز فني ان نستدعي اللاعبين اللي هذه الخطوة مجبر ان اندريس كراسكو راح يسويها ليش ان الدوري موقف عندك من شهر واحد ما في دوري ما في منافسات وفي الأمانة في نقطة انا حبيت اتكلم عنها يمكن تطرق او كان الكلام موجه لمحمد العزب انه ركز على حارس المرمى يمكن محمد الحجره بحارس الجهره وان اختياره او حتى كمستواه الفني او الامور هذه بالاخير احنا 69 لاعب واجبنا ان احنا نكون معاهم واجبنا ان احنا نكون داعمين لهم واجبنا ان احنا نكون ندافع عنهم سواء في مغالطات او اي ان كان محمد الحجره معلومه يمكن اذا ما كان يمكن الاخوان بالاستديو كانوا عندكم يعلمون ان محمد الحجره كان رادان كان مستدعي محمد الحجره في المنتخب الاول قبل سنتين والولد يمكن رد مره ثانيه حاليا الحين معانا في المنتخب الاولمبي لكن العتب ان تم تقييم محمد الحجره على التقييم او الملخص اللي كان دقيقتين ما يعلم انه في المباراه هذه يمكن طلع انفرادين ما يعلم في مباراه السالميه الاولى طلع يمكن 3 فرص 4 فرص ممكن في حارس يكون في يوم او مو في يوم لكن كان الكلام شوي ثقيل على ولد بعمره 20 سنه خاصه انتم تطالبون في وجود لاعبين شباب وبنفس الوقت انتم تنتقدون انتقاد لاذع وشديد لما تقول حارس مو متاسس ما اتوقع تطلع من رجل فني ممكن تطلع من جمهور ممكن تطلع من احد لكن مو من الناس المتخصصه هذيل عيالنا تاكد 1000000% مهما كان في لاعب مستواه الفني مو زين دورنا احنا نطور من اللاعب دورنا احنا نوقف على مستوياتهم هذا الهدف الاساسي من هذا التجمع لكن نتمنى يكون الدعم
ونحط الولد هذا اللي قلنا له مو متأسس نحط الولد هذا انه نفس الاعتبار لو كان ولدكم هل تقبل عليه الكلام هذا او لا؟ لان الكلمه يمكن اثرت شويه على حارس المرمى وضايقتنا احنا كجهاز فني واداري، ولكن عتب اخوان يمكن ان شاء الله تحملونا ويعطيكم العافيه على اهتمامكم وتسليط الضوء على الامور هذه. شكرا اخوي خلف، وامانه يعني شهادتي انا مجروحه بالكابتن محمد العزب. يمكن اذكر في بطوله من البطولات وتصفيات طلع المنتخب وخسر اعتقد نتيجه كبيره طلع والوحيد اللي جاء وحضر الاستديو وواجه الاخوان المحللين وواجه الجمهور. صح. هذه شهاده وامانه يجب ان ننقلها عن اخونا محمد العزب، يعمل على العمل اللي هو قاعد يعمله، قاعد يواجه الجمهور ويبين النقاط اللي هي من وجهة نظره يراها صحيحة خاطئة. هذا أمر يشكر عليه محمد العزب مقارنة مع البعض اللي يتنحش أو يتهرب من الظهور، أو وقت الخسارة تلقاه يقط الكرة براس أي واحد ثاني، وقت الفوز تلقاه والواحد يقول لك خل أطلع بالإعلام. فهذا أمر يحسب لأخونا محمد. النقطة الأولى كابتن محمد، احنا تطرقنا مقارنة ان قلنا ايام نبيل المعلول لما كان الدكتور محمد المشعان يقوم بهالمهمة ويختار اللاعبين ويحضر مباريات كان البعض ينتقد الدكتور محمد، وين نبيل المعلول قاعد في قطر ليش ما يحضر ليش. الان احنا قلنا دكتور كابتن محمد العزب هو قاعد يختار اللاعبين، المدرب مو موجود، ما يشوف احد انتقد محمد العزب. هذا كلام الاخوان طبعا المحللين اللي تطرقوا لهذا الموضوع. النقطة الثانية نقطة محمد الحجرف، احنا بنشوف لقطات لمحمد الحجرف ونترك المجال للاخوان للتعليق. ابو علي، اول شيء على موضوع ان 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 اختيار لاعبين من مساعد المدرب وليس من المدرب، مع العلم ان محمد العزب قال ان المدرب متواصل معانا وقاعد يعني نتواصل معاه ونوريه الاشرطة والمباريات ويشوف اللاعبين. لا انا اشوف المدرب صح، هو لازم انه يكون يختار وتشوفه والله متواصلين وياه، هذا ما يمشي، لازم يكون هو متواجد ويشوف. احنا يوم تكلمنا على انا تكلمت على نبيل معلول انه ما يصير له يحلل هني بالكويت مثلا يدرب منتخب الكويت ويحلل بتلفزيون الكويت، ماكو مشكله، لكن انا من الناس اللي انتقدوا انه قاعد يدرب بالكويت ويحلل بقطر، ما يصير. ما يعني وقت التمرين يروح يد، يعني مو تقول انه والله قاعد، يعني مو قاعد تقول والله، تقول والله قاعد يدرب. التمرين موجود بعد مباريات، موجود اي مباريات؟ المباريات ما يكون موجود، مو موجود مباريات دوري، مو موجود. ما انا رايي والله انت تختلف وياي تتفقي، انا رايي انه ما يطلع ما يروح يحلل. انت ما تسولف عن ربعك الوطنيين يدرب نادي ويروح يحلل المباراة بالكويت؟ اي بالكويت. بالكويت اي ما يخالف. لا ما يخالف، هذا ما تتكلمون عنها. لا لا نبيل، شايفين نبيل معلول؟ لا بطيتوه بطن، هذه غلط وهذه صح. انا اقول لك انا نبيل معلول الحين انت مدرب نادي العربي وتطلع ببرنامج وتحلل المباراة السالمية والقادسية وباكر تلعب مع السالمية، يصير؟ لا ما يصير. ليش ما تتكلم عنه؟ لا لا خليني اقول لك ليش ما تتكلم، ما تتكلم تخاف. لا 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 نفس اللي تقول نفس يوم المباراة بوقت ثاني. اي ولا اي وقت ثاني. وانا اختلف، عمرك شفت مدرب يحلل؟ عمرك شفت هذه دول العالم كلها؟ الحين انتوا قاضمين على نبيل معلول وانتوا المدربين الوطنيين ما حد يقرب صوبكم، يطلع يحلل مباراة فريقه وباكر يلعب مع مباراة مع واحد من الفرق. خل نبيل فهمني، خل نبيل معلول يحلل بالكويت كل يوم، بس مو يومين مسافر، كل يومين مسافر. راح وين مسافر؟ قندهار. قندهار؟ لا حتى لو في لجنك، حتى لو في لجنك. لا 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 حتى لو في لجنك. لا مو صحيح الكلام. لا حتى لو مباريات منقوله. لا 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 وقاعد يشوف المباريات. لا 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 ما قاعد يحلل المنتخب. ما قاعد يحلل المنتخب الثاني. انت تنش ما قاعد يحلل المنتخب الثاني. الرجال تنش دافع عنه. نبيل معلول ما قاعد يحلل المنتخب الثاني. ما قاعد يحلل السعوديه والامارات اللي بيلعب ضدهم. ما قاعد يحلل اليابان. والسنة اللي بيلعب ضده اليمن ويحضر. اي ما ادري ايش وقت التدريب كان في وقت التدريب عن نبيل معلول، لان ربعك اللي حاطينه. اي ربعي. اي ربعك اللي حاطينه فيهم وافتخر فيهم واحطه مع راسي. اي اي ما بيمشي. مدرب محترم. اقول الصج محترم. مدرب محترم. لا مدرب ناجح. مدرب محترم. اي مدرب ناجح بس لا فاشل. لا فاشل. فاشل ان شاء الله بعد. فاشل والله انت شنو حققت؟ مدرب وطني شنو حقق؟ ما انا عتيبني انا ما تعب. عطني مدرب ناجح. عطني 10,000 دينار بالشهر
خلنا طالع شو اسوي اي بي ولا تسوي كاس العالم ولا تمشي نبي المعلومات نبي المعلومات شنو عندك مدرب منتخب يسافر يحل الاستديو شنو المشكله لا ما عندك هذا عندك انت منتخب نادي نادي قاعد ما اشوفك تتكلم عن ربعك الوطني يطلعون مني يحل المباراه مباراه فريقه يطلع لا فريقه فريقه يلعب مع فريقي بالكويت يلعب مع فريقي علله ما تتكلم عنه راح تتكلم عن الكويت يحل الدوري الاسباني بالكويت يحل الدوري الاسباني الاسباني يروح بره بالكويت لا بره رايح وياي رايح وياي عطينا ومدرب يقول لو مدرب الكويت مسوي هالحركه قلت ما فيها شيء قطر لا 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 والله ما تقول ولا كلمه اقسم انه لو رايح يطلع مدرب الكويتي انه ما وانا قاعد اقول لك عن هذا الحين اقرب مثال ما تتكلم ما قاعد بالكويت شكوا بالكويت لا بالكويت عادي لو عادي المحلول. لو نبيل المحلول قاعد بالكويت يحل المحلول ما اتكلم عن مدرب لا نبيل المحلول لا نبيل المحلول لو قاعد بالكويت يحل شغل عن نبيل المحلول لا نبيل المحلول لو قاعد بالكويت يحل الكويت ما عندنا مشكله عادي بس يطلع برا ما في شيء يروح وي ويروح وي لا عندي عندك مدرب ناجح وين وين شنو لا ناجح وين نجاح يلا وين نجاح خلي نجاح تونس قال يا دكتور جاسم تونس اشتكى عليه رفع عليه قضيه يا دكتور جاسم لا انت لا وقف راتبه لا نجاح مع انت منتخب تونس نجح ونجح وين نجح لا لا ما نجح افشل مدرب لا 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 احب اسالك سؤال يعني انت هل هو ان انت تتاكد ان نبيل معلول اللي سواه صح اساس انت تروح حق المدرب الكويتي ما في شيء غلط تدريب المنتخب موجود ولا مو موجود دكتور اسمح لي اقولك شيء مو على كيفك لا 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 اليوم اليوم دكتور انت متابع الدوري السعودي اسمح لي خليني اقولك شيء السيد بيرت مان فان ميرفك كان يقعد بدبي ما يحضر السعوديه غلط غلط وصلهم كاس العالم وصلهم كاس العالم غلط غلط وصلهم كاس العالم الكويت لا انت اللي صح انت اللي صح انا وين وصلنا نبي معلومه انت اللي صح قال انا انا صح سؤال 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 انا عارف كره قدم اليوم انت نايمت مدرب منتخب اي مدرب منتخب ما بتكلم عن نبيل اي والله اي مدرب حق منتخب انت بينك وبينه شنو مو عقد شكرا هذا العقد مكتوب فيه انك انت تروح قطر مو مكتوب فيه انا ليش انا ما تجي تقول لي انت رفعت عليه قضيه اول شيء هو ساحب ما سويت فيه حق مسؤولين الهيئه هذا واحد اثنين ما انا اسمح لي لا انتم موقفين راتبه يا دكتور اسمح لا لا انت ايش مشكلتكم اسمح لي خل دكتور انت الحين لحظه دكتور هو يبي اكو دوله بالعالم اكو دوله بالعالم منتخب ديرته يلعب تصفيات كاس العالم قطر مباراه ديرته يا رجل صرنا نفس استعراض سوريا انت الحين كنا عندنا حرب بالكويت يا رجل عزيز رحت وديت منتخبنا يلعب قطر ما اعطيت الناس فيزا اسمع عشان 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 نبيل معلول عشان شيخ طلال شكوى ليل بالمنتخب لا ما انا شغل لا لا ليش رحت قطر شيخ طلال ليش رحت قطر نبيل معلول فاشل وصل الاتحاد والاتحاد خلص العالم على كيف كاس العالم انت الحين وصلت كاس العالم تونس 20 مره كاس العالم تونس 20 مره وصل كاس العالم الحين شوف العالم زين اسالك انت الحين سالتني سؤال ان انت وقفت راتب نبيل معلول صح زين سويت بالفعل إيه؟ ليش وقفت انا عيتها بالاطر القانونيه خاطبت الاتحاد قلت يا الاتحاد الكويتي هو مدرب منتخب الكويت وقاعد نشوفه يحل بقنوات القطريه هل هذا موجود بالعقد ما ردوا الاتحاد الكويتي كان وقتها واضطريت انا كوني مسؤول على المال العام وقفت زين سويت هذا حق من حقي انا اليوم الجزئيه الثانيه اللي هو قاعد يتكلم فيها مع ابو علي ما يصير اي مدرب سواء حق الكويت ولا مدرب وطني او مدرب وطني درب انديتنا يطلع بشاشات التلفزيون اذا كان عنده عقد مع النادي دكتور مع كل تقدير احترامي لا تقول لي انا اسمح لي وقت تدريب المنتخب موجود اسمح لي وقت مباريات كيف موجود لا وقت التدريب موجود اليوم كابتن نبيل معلول تجمع عقد انت تتكلم على على عقد انت ياخذ بالالاف مؤلفه الله يزيده انت مفترض تحترم هذا العقد كم عقده اسمع تحترم هذا العقد تقعد تدرب انت ما يبناك اساس تحلل لي من القنوات القطريه يروح الاحترام من هناك ما يصير اليوم يقولك صاحب بالين كذاب خلينا نكون بصراحه اليوم اذا كان مدرب وطني يدرب انديه الكويت عليه انه يحترم هذا العقد ويدرب انديه الكويت ويركز بشغله ما يصير يطلع بشاشات سواء الكويت ولا عندك ولا المكان والريال قاعد يحلل انا بالطوفان الكويت لما اخفض من يتحاسب تحاسب مساعدينه تحاسب المدرب المدرب لو هذا اللي صار هو لا انت والله 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 بيخفق كان ما وافق
بس هو لا لازم كان ياخذ. ليش ما تاخذه من ناحيه ثانيه؟ اذا كان انت عندك رياضه بقنوات اخرى خليك بالقنوات الاخرى وتعتذر عن. شنو انا عارف نبيل معلول يعرفني بيني وبينه شيء؟ اقول لك انه صار على نبيل معلول ولا غيره؟ يدرب بالكويت ويحلل المكافات غلط هو ولا غيره؟ انت مشكلتك انه جايبه رايح السابق. لا والله لو جايبينه ربعك كان والله غلط. كان وصلت السمن والله غلط. تخليته 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 والله تخليته. الحين الحين مو عندنا مدرب اسباني جايبينه حق منتخب الكويت خليه يروح يحل المنتخب. اقول لك غلط غلط. احنا مو مسافرين. ما راح اقول ما سبيت انا لو جايبينه ربعك ما راح اقول. الحين اقول لك ربعك ما راح اقول. لا اقول غلط. اقول غلط. راح اقول ايش راح تقول؟ راح اقول كان ابي المعلول. لا ليش لا انا اقول سوى نفسك انت. لا انا شنو كنت والله لا انا طيب والله قطار مغموض انا لا ربعي ولا غير ربعي والله قطار مغموض ولا ربعي ولا غير ربعي قطار مغموض والله ربعي ولا غير ربعي. يدرب منتخب الكويت يروح حل ما في شيء ما في شيء. شوف المهم ما في شيء. وقت تدريب المنتخب موجود وقت المباراه موجود. انت وين والرياضه وين؟ طيب بثابت هذا والله العظيم كان يدرب يلعب عارفني بيني وبين شيء نبي المعلول شنو؟ والله لو اي مدرب انجح مدرب يا الكويت خلال الفتره الماضيه افشل مدرب انجح مدرب افشل مدرب انجح مدرب افشل مدرب راح يبون مثل 10 والله الحين ما علي منه فاشل النجاح اللي قاعد اقول لك اللي سواه غلط. لا مو غلط يدرب بالكويت ويحل الب... ب... ب... اذا انت حقاني وما تطق الطار مقلوب تكلم عن المدرب الوطني بس انت متحقاني المدرب الوطني لا يسوي نفسه اقول له شلون نفسه؟ اذا يروح يدرب مدرب وطني يطلع يحل المباراه فريقه قاعد يلعب يحل غلط. ليش ما تتكلم؟ ليش ما تتكلم؟ غلط 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 العيد تقول غلط غلط اي اوكي متى تبي تقول باكر؟ باكر غلط والله مثابر تتكلم عن محمد الحجرف طبعا ابو سعيد انت تطرقتوا حق حارس منتخب الاولمبي محمد الحجرف هو لاعبنا ولاعب نادي الجهره يعني تحاملتوا على هذا اللاعب هو مواليد 20 وقلتوا كلام صراحه يعني افترض ان انت تشجعونه رغم اللي ما كان هو خاض يمكن 45 دقيقه في الشوط امام السالميه وهذه المباراه الثانيه حق النادي حق المنتخب الاولمبي عفوا لكن في مباراه قبل انا يا ابو ثامر لا 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 لا, 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 لا ما يصير تتكلم عن شيء قاعد تنتقدنا اي يعني اليوم الفريق يطلع مو زين زين تبي نقول والله المباراه اللي فاتت زين شلون انتوا قللتوا من امكانيات اللاعب؟ لا ما قللنا لا هنا عبيد منور يقول لي عبيد هذا رايي نظره يعني عبيد لحظه عبيد منور يعني مسيرته ما كان يعني مباراه يمر فيها انه مو بيومه مستحيل. هذا اللاعب انا اقول لك يمكن ما ذكرها مسي عليه بالخير محمد العزب وهذا جهوده واضحه ويشكر عليها. اللاعب الصبح وهو رايح الجامعه يقدم اختبار بتقول لي منتخب مفروض يعتذر؟ انا قاعد اقول لك لاعب عنده امكانيات وخاد تجربه في اسفيلت يونايتد الدرجه الانجليزيه من الدرجه السي في ماله اي انا قاعد اقول انا قاعد اتكلم عن اداءه في المباراه عزيز ما كان زين اليوم ما كان زين في المباراه انا قاعد انتقد حقك ان اليوم نقول اللاعب مو يومه لكن اللاعب متاسس قلنا اللاعب انا قلت انت قلت اليوم يمكن مريض يمكن مو زين ما عنده امكانيات شلون مختارينه؟ لا مختاره رادان لحظه رادان من اللي قال شلون مختارينه؟ انتوا هني قاعد تقولون لا احنا قلنا اختياره يا ابو ثامر لا على حسب يا اخي حط اللقطات خلي اللقطات ليش ما خلي شوف الشامية الاولى يا رجل المباراه الشامية الاولى يا عزيز انا بوضح شغله اليوم احنا واحد ما كان زين في المباراه تقول والله اللعبه اللي فاتت كان زين انتخده ما يصير لا انتخده عادي انتخدناه لا انت تقول ما متاسس ما عنده امكانيات انت قاعد تسقطون على اللاعب وهذا اللاعب انا قاعد اقول لك انا ما يتاسس انت قصدك عن ابو عزم هذا راي وجهه نظر وجهه ابو عزم وجهه نظر على راي وجهه نظر احنا نحترم لكن تسقط على اللاعب يجيك الرد لكن اليوم احنا بحاجه للاعب بحاجه كل اللاعبين المنتخب الاولمبي لكن اليوم عشان انه ما كان بيومه 45 دقيقه تقيم لي لاعب اذا عبيد قيمه بالمباراه ده يدخل اللاعب بالامر هذا اذا عندكم مشكله مع الاتحاد مع العزب اللاعب ما له دور بهالامر هذا مشكلة. لا انتوا قاعد تستقطون انه والله كانه اختيار ما كان زين في المباراه يا ما كان زين يعني تبي امدحه عن المباراه اللي فاتت لا تمدحها يا عزيز انا ارد عليه كلامكم انه لاعب ما عنده امكانيات لاعب واحد يقول لي مو متاسس يا اخي حط اللقطه يا لاعب وكان يا شو مختارينه حط اللقطه خل شوف اللقطه اللي وقع فيها ايش رايك برادي رادان
صفى رادان ما لا لا ما تصفى رادان رادان هو استلم يعني يعني ما يصير اللاعب كان زين اليوم مو زين انت اخذه شوف شوف اللقطات انا قاعد اقول لك اللاعب انت احكم عليه احنا قيمنا اللاعب فيها اللي وقع فيها اليوم وانت حملته عليه اكثر من كلمه وتحملته وكانه شيء هذا اول جول هذا اللاعب هذا اول جول شو المشكله انا قاعد اقول لك هذا مو مشكله يدعي شنو اللي قاعد يدعي لحظه انا في حراس اخطا اكثر ما قلنا شيء خطا في حراس منتخب اول يا رجل من نص الملعب سجل عليه احنا مو غلط ليش انت ما احنا ما قلنا ما قلنا قيمنا الحارس على هالمباراه يملك امكانيات انا فيها المباراه شفت مباراه السالميه عزيز في مباراتها اللي قبلها مع السالميه لعبوا لعبتين منتخب الاولمبي اوكي لاعب من اجمل الاشواط واحنا كان التواصل بيننا وبين مدير المنتخب مشاري فيحان مسي عليه بالخير وحتى محمد العزب مساعد مدرب المنتخب قدم من اروع الاشواط وكنت اتمنى انكم تغطون شوف شوف اليوم شوف اليوم اليوم حتى لو انت بتنتقد اللاعب زين اللاعب الان بحاجه ان نشجعه احنا بنشجعه يا ابو رامر لا لا احنا تعاملت على اللاعب من اللي تعامل اذا ابو حسين عبيد عبيد اذا عبيد هو راي انا قلت راي لا انا قلت الحارس ما توفق بس يمكن مريض يمكن ما كان زين المباراه يمكن الصبح جامعه واختبر في هذا انا قاعد اقول لك هو ما كان ما توفق في هذا بس هذا اللي قلنا ما لا توفق لكن ما نقلل من امكانيات هذا اللاعب اللاعب تعب على نفسه وراح هو 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 خاف تجربه وثامر خاف تجربه ايش تقول عنه قول شي زين اي بس المستقبل يرد على الناس بالملعب يثبت نفسه يثبت نفسه لكن انا برد هني على الاسقاطات اللي هي ما في اسقاطات يعني انت هذا رايي لا لا هو عبيد اللي على انه اللاعب ان شاء الله هو يسمعني الحين وان شاء الله انه يسمعني يرد عليهم بالملعب ترد عليهم بالملعب واتمنى انه ما يثر عليك هذا الكلام مهما كان اطرح قدامك ان شاء الله عسى الله يوفقك في المنتخب اتمنى تعطونا الفرصه في فريق الجاره ان شاء الله بتجي لنا الفرصه عزيز ان شاء الله ان شاء الله تجي ان شاء الله ان شاء الله يكسب خبره من بندر سليمان فواز الدوسري ان شاء الله ويكون متواجد معاهم هو يكسب خبره معاهم ترى لا يعني معلش يعني خلينا نتكلم يعني بس بشكل سريع خلينا نوصل بتكلم بشكل سريع اليوم منتخب الاولمبي هو يمثل شريحه كبيره خاصه بعد اختيارات اللي صارت تقريبا تتكلم عن 70 لاعب يعني مو شويه وهذه صراحه هم يعني شغله ايجابيه لجميع اللاعبين ان ياخذون فرصه اليوم كابتن محمد العزب يعني امانه قاعد يقوم بجهد كبير مع الاخوان الموجودين معاه بالستاف اللاعبين المتواجدين الكويت هم نواة اللاعبين الكويت هم مستقبل الكويت كل واحد طبيعة الحال أنه له وجهة نظر ولكن يبقى اللاعب داخل المستطيل الأخضر هو اللي يرد على جميع هذا الكلام صح يعني معلش ممكن يكون لاعب مو يوما ممكن احنا قيمنا اداء فيها الشوط بس هذا امر طبيعي ولكن هو يعني كونه اختار للمنتخب هذا شرف له انه يمثل اي لاعب مو بس انا اتكلم عن حجرف اي لاعب تم اختياره حق المنتخب بهذا شرف لك عليك ان تثبت للجهاز الفني مستواك على اساس تتم مره ثانيه يعني على قولتهم تكمله مسيرتك مع المنتخب انا عندي نقطه بشكل سريع وسط الختام المفروض المدرب هو اللي اختار اللاعبين انت على اساس صفيت يعني هل المدرب شاف اللاعبين يمكن انا كمدرب ما اقتنع في جاسم الهويدي اقتنع في محمد كرم مع ان جاسم افضل منكم هذا فانا اقول دائما المدرب هو يختار المساعد اوكي يعني انت اعطيت فرصه حق المساعد واختار مع احترام حق محمد العزب بالعكس ما قصر الفتره طاوله بس اختيار المدرب غير يعني ممكن يختار لاعب ما يمشي مع طريقه المدرب طيب فشلون صفيت اللاعبين هذين لازم يشوفون المدرب يكون يعني شاف اوكي هو طبعا متواصل معه يحط فتره الاعداد يقدر تمارين بس اختيار اللاعب غير انا وجهه نظري غير دكتور جاسم غير محمد كرم غير كمدربين يمكن هذا المدرب ما يمشي مع اللاعب ما يمشي مع طريقتي انا طيب فاحنا نتمنى لو متوفج ان شاء الله سريع بعد هم نفس الشيء كون ان انت ترتب مباريات حق منتخب الاولمبي لان اغلب لاعبين الاولمبي بيرجعون انديتهم ما يلعبون صح. انا اشيد بالعكس هذا شيء زين هذا شيء زين نتمنى تستمر عليه ويكون يوم ايضا يعني يلزم الاتحاد جميع الانديه ان تلعب لو حتى بالصف الثاني مع المنتخب الاولمبي بحاله ان بين حتى لا لا راح استمراريه حق اللاعب استمراريه حق اللاعب بالعكس شكرا لك محمد كرم شكرا لك دكتور جاسم شكرا لك كابتن نور يعقوب شكرا لك كابتن صالح الجنفاوي وصلنا لختام شكرا لرعاتنا وداعمينا شركه ونرز العالميه معقمات هايجين ومياه الترا شكر ل شركة انكوست شكر لنظارات كيفان شكر لديرندير شكر لشركة غرب الخليج العقارية شكر لي أيضا مطعم كابيتال ساندويتش شكر لمعرض أسد الملابس الرياضية شكر لي شوف الإعلانات بهدوء معرض الكويت إن شاء الله باكر راح نحط مسابقتنا اليومية اللي اعتدتوا تتابعونها وجائزتنا احنا يمكن تأخرنا الفترة الماضية يعني فترة حداد
وتوقفنا يعني خلال الفترة الماضية، ما حبينا نخلي يعني مسابقة وقرعة والأمور هذه، فإن شاء الله مباشر راح نبدي فيها كمسابقة يومية. ونشكر الإخوان في شركة وينرز العالمية، حتى يعني أخوي فهد البكر وبلغني قال لي وين المسابقة، ليش ما قاعد تعطون الجوائز حق الجمهور، فإن شاء الله مباشر راح تكون المسابقة موجودة والجائزة المقدمة من معقمات هايجين وشركة وينرز، جائزة نقدية إضافة إلى أيضا بعض الأمور العينية اللي تقدم من شركة وينرز العالمية. نلقاكم باكر، مع السلامة.